السوشيال ميديا والإنترنت بشكل عام بقى جزء لا يتجزأ من حياة المواطن في كل دول العالم، وأي حد خارج هذه المنظومة هو يعني مجنب نفسه بعيد خالص عن كل ده، لكن ينقصه جزء كتير جدا في حياته. النهاردة بنبيع ونشتري عن طريق الإنترنت، النهاردة بنتصاحب، النهاردة بننشر أفكارنا، النهاردة بنتخانق، النهاردة بنعرض أو وجهة نظرنا، النهاردة بنعمل كل حاجة على الإنترنت. لكن في جرائم بتحصل، اكيد المجرمين مش موجود بشكل تقليدي. لما اخترعوا الاتوبيس ابتدى يبقى فيه النشال في الاتوبيس، كل حاجه بيتم اختراعها لازم يبقى فيه النشال او الحرامي او المجرم. فلما اخترعوا الانترنت برضه في نشالين وحراميه ومجرمين في الانترنت. الجرائم الالكترونيه وازاي وزاره الداخليه بتقدر تتعامل معاها، وازاي احنا كمان ناخد حرصنا، وازاي نقدر نتعامل، واللي عنده حكايه عايز يحكيها لنا يشرفنا عن طريق ارقام التليفونات. لكن اسمحوا لنا في الاول نرحب بضيفنا اللي منورنا، سياده اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخليه الاسبق. اهلا بحضرتك سياده اللواء. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. طب الف سلام. اهلا بيك سياده اللواء منورنا. وعايزين نبدا مع حضرتك بفكره بقى انه مع كثرة الجرائم الإلكترونية، احنا عايزين تعريف ده من حضرتك دلوقتي، بقى في انتباه من الدولة وبقى في قطاع لمكافحة جرائم الإنترنت، فالخطوة دي بدأت من امتى؟ وهل حضرتك شايف الحجم بتاع الجرائم دي زاد قد ايه دلوقتي؟ نشوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أحب أقول أنا شاكر جدا على إنكم استضفتوني، لو إن الميعاد صعب عليا لكن يلا ماشي. ده لحسن حظنا بس وجود حضرتك معانا. لازم نبقى عارفين ان العمليه كلها مرتبطه. يعني ما اقدرش اقسم هذا الموضوع الى تقسيمات، لا. انا لازم اعرف ان في حاجه اسمها القريه الكونيه او القريه العالميه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. هذه القريه العالميه لم تاتي من فراغ. يعني انا عندي السماوات عباره عن كلها بث، ما فيش حادثه تحصل هنا أو حاجة تحصل هنا من غير ما فيش يمكن في غضون أحيانا دقيقة بتبقى الناس كلها عارفة في إيه. دي نقطة. إذن أن هناك تغييرا على الساحة الدولية. هذا التغيير ليس فقط بالنسبة للإنسان، ولكن للإنسان ولما يستخدمه الإنسان، زي ما حضرتك شايفة تماما دلوقتي في حاجات إحنا بنستخدمها دلوقتي وما كناش نقدر نتخيلها قبل كده، زي الرقم القومي. ما هو انت عشان تبقي دوله بتسيري في ركاب العالم الجديد او المستقبل لازم تاخذي بالبنيه الاساسيه اللي بيها تقدري تخشي وتعيشي وتتفاعلي مع العالم. ايه البنيه الاساسيه بالنسبه لهذا الموضوع؟ البنيه الاساسيه معروفه لدينا، مثلا ميه، صرف صحي، كهرباء، رصف طرق، وسائل اتصال، وسائل انتقال، وهنا كمان أضيفت هنا التعامل. بقى عندنا هذا الرقم القومي اللي احنا يمكن مش حاسين بيه دلوقتي، لكن ده أول ما اتعمل في ناس يعني مش قادر أقول لك الجهد اللي اتعمل عشان هذا الرقم القومي بيسي الحتة بتاعت المعلومات بتاعتك. طيب تلاقي صغيرة كده حتى ابتدأ الجواز السفر. جواز السفر دلوقتي نظام اللي هو جواز السفر اللي بيسموه الجواز المقروء آليا، وده يمكن سنة 2009 أو 2010 كان آخر سنة ممكن تستعمل فيها الجواز اللي هو السابق أبو صورة أما الثابتة وأبو إيد. ابتدينا دلوقتي إحنا ويمكن الشباب أو الأولاد اللي ما حضروش اللي فات كويس بيبقى بالنسبة له زي ما قال الاتوبيس، وانت قلتي الاتوبيس والحرامي او النشال، هي مثل طبعا ده ظريف جدا. دلوقتي مثلا الاتوبيس كانوا بيركبوا الاتوبيس ويقطعوا التذكار من عند الراجل الكمساري، دلوقتي بيخش على مترو الانفاق بيروح حاطط التذكره في الجهاز بيتفتح العمود بيخش. احنا بنتعود على كده. الانسان بيبتدي يتعايش وينسى اللي قبل كده. الانسان ده ظريف جدا بينسى على طول اي حاجه. ومن هنا لازم نرتبط بقى، نربط كل الأوضاع اللي احنا عايشين فيها داخليا ودوليا وفي هذه القرية العالمية
في سر في القرية؟ لا مفيش، كله مكشوف وكله كله معروف، ده حتى عارفين ده طبخ ايه. صحيح يعني. والمصطلح القديم العالم اصبح قريه صغيره، العالم كوزموبوليتان فيليج. تمام صحيح. هذه القريه الكونيه بيبقى فيها هند، لازم بقى اسلوب تفاعل، اسلوب تعامل. هل يمكن تتخيل حضرتك انه النظام اللي هو بيربط ما بين مصر مثلا واول حته بتقابلنا في اوروبا اما قبرص او مالطا او اليونان، مش فيه لازم بتبقى وسائل مربوطة ببعضها؟ الأول كان سلك، دلوقتي بقى ما فيش سلك. طيب عشان أربط ده مش لازم يكون في لغة حوار؟ طبعا. هذه لغة الحوار مش لازم يكون في وسيلة نقل عشان أبتدي أطلع منها البث زي ما احنا هنا بنبث للعالم اللي بيسمعنا؟ طبعا. كويس. طيب كل ده مش عايز إيه؟ مش عايز إنسان يقدر يتفاعل متعلم، يبقى عايز مدرسة، يبقى عايز كلية، يبقى عايز أطلع بني آدم قادر على أنه يتفاعل مؤهل. مفيش حاجة لوحدها. يعني أنت عندك الأولمبيك جيمز مثلا، أنت عندك دورة طوكيو اللي اتأكلت علشان الكورونا. كويس. ده مش عايز إنسان قادر على استيعاب التكنولوجيا وقادر على التفاعل والتعامل وقادر على التحكم في بدنه وقادر على التحكم في غذائه. إذن الآلة محتاجة كمان شخص مؤهل عشان الشخص يقدر هو يسيطر. هو اللي بيصنع الآلة. يقدر يسوقها، إنجاز التعبير. طب سيادة اللواء، الجرائم بس عشان يسوقها لازم يبقى في شارع صحيح يمشي فيه. إيه الشارع بقى هو؟ كل ما هو حولك. كل من تفاعلات، وبالتالي لازم يكون فيها جريمة. ولازم يكون في مخ. حينما اجتمع مجموعة من البشر لابد ان يبقى في مجرم يحاول استغلال، او يعني ان هو يستغل هؤلاء المجموعة. الجرائم يا سيادة اللواء، انا النهاردة بدخل ويعني بدب كده ايدي على الانترنت، اخلي بالي من ايه؟ حلوة، بدب ايدي على الانترنت دي. شوف عايز اقول لك حاجة، لازم تعرف ان مش ممكن انا هاجي اقول لك 1 2 3 خد الاجراءات دي، مش هيجي لك برد. ده محال. الروشيت ده ما ينفعش. عارف السبق؟ لسه كنت بقول لك على الاولمبياد. بيعمل ايه؟ انت بقعد ادرس الانسان، وادرس اللي هو اي بادي ده اللي بيعملوه، اللي تركب تطلع على البتاع تقول لك انت عندك ميه قد ايه، وعندك سكر قد ايه، وعندك مش عارف دهون قد ايه، وعند الله 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 حاجه عجيبه قوي. ما هو ده. ولازم ايضا اشوفك انت بتعمل ايه. ها؟ بس دايما المجرم سابق بخطوه ست اللواء في كل. لا يمكن. هي سبق. هو بيخطط تخطيط شرير وانت بتخططي تخطيط سوي. لازم تعرفي ان انت ممكن تتاخري سنه وهو يسبق، بس انت كمان لازم تعرفي ان التخطيط خصوصا في مجال الجريمه هو تخطيط قائم على الدروس المستفاده من الخطا. بس هما دايما بيطوروا من نفسهم، لكن الناس بتبقى محتاره برضو، انا امن نفسي ازاي؟ لو سمحت لنا بقى معانا هايدي. اهلا بيكي وصباح الخير. صباح الخير. اتفضلي يا هايدي. هو انا صراحه انا ما اعرفش قوي برضو في الجرائم الالكترونيه دي، يعني وما يعني بسمع عنها، بس انا مش عارفه برضو يعني دي ممكن مثلا يعني ازاي مثلا حد يدخل لي يعمل لي ايه، يعني انا ممكن مثلا يتنصب عليا ازاي، يدخل يعني ايه انواع الجرائم اللي ممكن نقع فيها؟ لان انا يعني ماليش برضو خبره في الحاجات دي قوي، يعني في التكنولوجيا والحاجات دي وكده. احنا نسال سيادة اللواء عن الانواع دي كلها. معانا استاذه سهير، اهلا بيكي. اهلا بيكي. اتفضلي سؤالك. حضرتك انا كنت عامله ايميل وبعد كده اتقفل مره واحده واتاخد، وبيوصل لزملاتي والناس بتهددهم وتديهم ارقام غريبه. واول امبارح بس ظهر رقمي على الوصف، فمش كويس يعني الناس بتسرق الايميلات بتاعتي. تمام. انا عملت ايميل وبعد كده اتقفل، وعملت ايميل ثاني اتسرق برضه مني. طب عملتي اي بلاغ او خدتي اي اجراء او حاولتي تلجئي لحد بيعرف ده يرجع لك الاكونت بتاعك ازاي؟ ما عملتيش حاجه؟ لا ما عملتش حاجه، بس في ناس بتهدد يعني زملاتي وبياخد ارقامهم وبيقول ده اسم فلانه هي اللي بعت الارقام دي. تمام. شكرا. هو زي ما احنا قلنا ان دي مستحدثات. يعني انا بقول انه اللي يحصل مع حي حاجه زي دي في جزئين، في شق خاص بإعادة هيكلة الجهاز. بتروح
عند حد او هي عندها، طبعا الشباب الصغير كله بيلغي كل ما هو ممكن ان يكون مسبب لما يطلق عليه الفيروس، وبيبتدي يستخدم الجهاز مع العلم انه لسه كنا بنقول ان مفيش سر، خلاص انتهى. مادام استخدمتي هذه الاجهزه تعرفي ان كلامك كله مسموع هنا في اي حته والعمليه مفتوحه، فاحنا كمان لازم نرشد الاداء بتاعنا. الشق الثاني انها يعني تروح، يعني ايه كلامنا مسموع في كل حته سياده اللواء؟ طب وانت كنت متخيل ان احنا نبقى قاعدين هنا والراجل هناك في امريكا شايفك؟ لا خلاص يعني في انا لو انا بتكلم في التليفون او بستخدم مكالمه دوليه او اي حاجه، بص انا ما بستبعدش اي حاجه. تمام، يعني خلي بالنا يعني لو حاجه فيها معلومات بنكيه اسرار ممكن احتفظ تضرني. بشكل من اشكال الخصوصيه للتعاملات تبقى بعيده عن التليفون. ودي حاجه مهمه جدا. دلوقتي بقى عندنا في مصر مثلا في اجهزه شرطه مختصه بالجريمه الالكترونيه او الجريمه السيبرانيه. كويس، نروح لهم فين يعني دول؟ في مقر، اي مقر الشرطه روح اسال. هم عاملين مقر كتير، ما هو اللي في طنطا غير اللي في بنها غير اللي في اشبون. تمام. كل شرطه موجوده في مصر من اول ابو يعني سمبل لغايه سلوم. مباحث الانترنت موجوده في كل مديريات، في كل مديريه امن هتلاقي مباحث الانترنت بحثي، ومش مشكله ان هو انت بتخش على جهاز البحث اللي موجود عندك هو بيتصرف وهو بيبتدي. انت لغايه اللي بيعتد بيها سياده اللواء يعني النهارده انا هروح اقول انا الاكونت بتاعي اتسرق او حد عمل له هاكر، هروح اقول لهم ايه؟ ويمكن يعني زي ما انت قلتي دلوقتي اقول انا اتعمل لي هاكر. طيب زي ما انت قلتي دلوقتي هم بقى بيبتدوا يتفاعلوا قانونا في تعديلات كمان تشريعيه ابتدت تبقى موجوده. لازم نعرف كمان في حاجه كمان دلوقتي، انا شايف انه هذا النوع من الجرائم يمكن واخد طبع شويه المعاكسات والحاجات دي، زي ما سمعنا من السيده الفاضله اللي كانت بتتكلم ان حد دخل عليها وابتدى يبعت ايميلات ومش ايميلات. يعني ممكن تبقى واخده بالها ست لو يعني هقول لحضرتك مثلا في بعض الاحيان انا حد زي ما حضرتك بتقول كده برشد استهلاكي وعندي مساحه من الخصوصيه قدر الامكان بنعمل كده، لكن احنا الدنيا كلها بقت مفتوحه مفيش أي. وانا عملت كده وبرده حد اخذ وابتدى يبعت باسمي حاجات ويهدد ناس بحاجات ويطلب منهم فلوس حاجات زي دي يعني، وانا اللي في الاخر اتاذيت. او طلب الفلوس اعمل ايه؟ طلب الفلوس ده يعني بيتعمل بطريقه طيبه جدا، انك انت تيجي لك الرساله كارت شحن صاحبك ويقول لك ارجوك انا مزنوق في مطار هيسرو عايز مش عارف 100 دولار ولا مزنوق في مش لا ده حاجات دي انماط بتيجي ومش هتبطل. لا لازم تعرفي ان ده كله متجدد، لازم تعرفي ان ده كله يعني. وفي حاجات بقى المهم مش في كده، المهم في الموضه الجديده اللي ماشيه. يعني لما الاقي مثلا واحد زي اللي بيسموه المستريح كيف يمكن ان يكون هناك سعر فائده 12% في الشهر؟ هو بيقنعني وهو اللي بيحط ايده في جيبي وانا زي بعض. بالظبط. انا متهيألي كده. انا عايز اقول لحضرتك بمناسبه الانترنت بيجمعهم في جروبات على الفيسبوك، وانا اللي عايز يشغل فلوس يجي لي هنا، تلاقي ناس كتيره داخله انا معاك اديني تليفونك يلا بينا. ما هو اصله دي زي ما تقولنا سبق. طب في حاجات اسخن بقى المفروض ان احنا نتعلمها. صحيح. ده البيتكوين. بس دي عمله في بعض الدول معترفه بيها. لا عمله افتراضيه. ايوه بس في دول معترفه والله بيها ست اللواء. اللي ما يقدرش يبيع ويشتري بيها على الانترنت. والله يقدر يبيع ويشتري بيها. انما لما حاجه تبتدي باقل من دولار للبيتكوين الواحد توصل الشهر اللي فات كان 58,000 دولار. بعد كده هبدت لتحت بقى جنة. فاكرين يا جماعه؟ طب استنوا بس، ما هو الجريمه بتتطور. ده كان من حوالي 30 سنه و 20 سنه في الكويت ازمه اسمها ازمه سوق المناخ. ده ما فيش سوق مناخ، ده ورق بيتداول في الكويت. تمام. طب هستاذن بس حضرتك سياده اللواء، يعني في اسئله كتير جايه لحضرتك يعني أنا على التليفون. ليه انا الاجابات والحاجات يعني. دي اصل كل حاله بيبقى لها قدر الامكان بنعمل بس توعيه. هو يعني في حد من المتصلين استاذه ميرفت عايزه تسال حضرتك. الاستاذه ميرفت تحت امرك. ده لازم. استاذه ميرفت اتفضلي. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ الحمد لله. انا كان عندي ايميل قبل كده كنت فاتحاه وبعد كده بفتحه مره ثانيه لقيته هو اتسرق مني. فناس كتيره بتقول لي قدمي بلاغات وكده، انا ما عملتش حاجه زي كده. فانا عايزه اشوف الصفحه دي يعني اوصلها ازاي، او هو حد مستخدمها مكاني ولا لا؟ بعت رسائل لحد؟
لا مش بعت رسالة لحد، بس انا بفتحه يكتب لي اضافة صديق. ايوه بس انا مش عارفه الصفحه دي كانت معموله برقم قديم. انت بتقولي مش عارفه اوصل للصفحه دي اللي هو اللي سرق الاكونت بتاعك، ولا يعني ايه توصلي لمين بالظبط؟ لو عايز تعملي بلاغ بتروحي مباحث الانترنت. ما هم ناس كتير قالوا لي اعملي بلاغ، بس انا ما عملتش كده لغايه دلوقتي. انا بقلب في الصفحه لاقيها موجوده. طب اذا هو ما اذاكيش في حاجه ومجرد يعني هاكرز من بعيد، خلاص اعملي صفحه غيرها. اعتقد محتاجه انها تقفل الصفحه. طب انا بشكرك بس عشان الصوت، يا لو اللي بيقولوا صحيح ست لواء، يعني لو انا ما حدش اذاني بس الاكونت بتاعي اتسرق، صح ان انا اسيبه ولا برضه ابلغ عنه عشان يتقفل؟ ممكن ياذي بيه ناس ثانيه باسمي. الاثنين احنا مش خسرانين حاجه. احنا بناخد تدبير احترازي. هذا التدبير الاحترازي بيؤدي الى شعورنا احنا الذاتي بالامان. طبعا. وهذا التدبير الاحترازي له شقين، شق ان انا بغير او بقفل من الجهاز، والشق الثاني ان انا ببلغ الجهه المختصه اللي موجوده في كل حته في مصر. ما فيش انا مش حافظ تليفونات طبعا بتاعت مصر. ايه الاحكام؟ يعني اللي بيسال دلوقتي انا رحت بلغت ايه بقى؟ توصل لغايه ايه؟ شوفي على الانترنت التعديل التشريعي الاخيرين اللي بشق الجريمه السيبرانيه. شوفي على الانترنت هتلاقي لكل حاله، يعني مش ما فيش حاجه ثابته. لا طبعا انت بتطبقي القانون. القانون عباره ايه؟ في تطبيق القانون ده بيتولاه القاضي، وفي تنفيذ القانون ده بيتولاه رجل الشرطه. كويس. اللي بيطبق هي منصه المحكمه، ودي ما فيهاش كلام. كويس. وده في اصلا محاكم اقتصاديه دلوقتي. يعني في الكثير من المستحدثات اللي هي نتيجه التطور اللي بيحصل في العالم، حتى التطور ده بيشمل الجريمه. من الاتوبيس بتاع حضرتك الى البيتكوين والى المستريح. ست اللواء، احيانا واحنا بنتعامل في الرسائل بنبقى طيبين قوي. طب على طول طيب، يعني نقول اسرار ونقول ارقام ونقول حاجات كده مش مفروض تتقال وحاجات تتاخد علينا. ازاي نبقى واعيين؟ خلي بالنا حتى لو بنتكلم مع ناس قرايبنا يقول لك ده انا بتكلم مع ماما، بتتكلم مع جوزها، بيتكلم مع مراته، يعني بتبقى في النطاق، يقول لك يعني هو معقوله حد هيأذيني؟ ما يعرفش ان ممكن يبقى في طرف ثالث يأذيه. فلو حركت وعينا في الجزئيه دي. والله انت قلت الاجابه. يعني انت ازاي هتقدر؟ انا قلت لك الانسان هو محور الارتكاز الاساسي في كل التعاملات. الانسان مش ثابت، الثابت هو الله، المتغير البشر. صحيح. والانسان يمكن الصبح بتلاقيه في حاله، على بعد الظهر بيكون تلاقي بسيطه. امبارح الاهلي كسب الزمالك، المزاج هتلاقي ده في حاله وده في حاله. طبعا هتلاقي ده بيشتم وده سعيد جدا ومبسوط، ويمكن ينزل يتفسح في الشوارع ويبقى ويتنشل. صحيح. انا بقول لحضرتك ما تقدرش تعمل توصيف كده اهو. يعني انا لو انا دكتور او طبيب شهير جدا عظيم كده زي مجدي يعقوب مثلا، مش ممكن هروح مطلع ورقه واقول لك 1 2 3 4 تاكل الصبح مش عارف ايه، ربع بضايه ومش عارف 3 بسلات وجزرتين الحاجات كده بتاع مش عارف ايه، بلاش السمنه بلاش الزيت بلاش يا نهار اسود، دي مش عيشه. يعني مش ممكن. يعني مش ثوابت. حضرتك عايز تقول مفيش حاجه ثابته، يعني مفيش، لكن في متغيرات. احنا ليه بنحط نفسنا في قوالب؟ طيب انا استاذنك، معانا ميري. اهلا بيكي يا ميري، اتفضلي. بس ميرفت كانت اسئلها سهله. اهلا بيكي، اتفضلي يا ميري. صباح الخير، كل سنه وحضرتك طيبين. اهلا بيكي وانت طيبه. دلوقتي حضرتك انا عندي بنوتي اولى ثانوي. على طول شباب بتخش عن طريق الفيس وتقول لها احنا عايزين نتعرف، بيخشوا بيودوا البنت في حته ثانيه خالص. بنقفل الصفحه وبنعمل صفحه جديده. يعني ايه في حته ثانيه خالص يا استاذه ميرفت؟ يعني ايه يا استاذه امير، انا اسف، يعني ايه في حته ثانيه خالص؟ يعني اللي هو قابلينا اعملينا انزلي اطلعي. لا طب، لدرجه ان هم في وقت من الاوقات الوصف، طبعا حضرتك عارف ان هو لازم يكون معايا رقم التليفون. طبعا. بنت اتفاجئت ان هم بيقولوا لها احنا ممكن نخش لك عن طريق الواتس، قالت لهم مش هتعرفوا لان رقم التليفون اوريدي مش مع حد. فمفيش ثواني لقيت نفس الاشخاص داخلين على التليفون على الواتس وبيكلموها، وابتدوا ان هم يقولوا لها انت ساكنه في الحته الفلانيه، انت كده انت كده، يعرفوها. طبعا احنا خفنا جدا. احنا يعني انا بلغتي يا مدام ميري؟
بلغتي؟ نعم. بلغتي جهة؟ لا ما بلغتش، انا مش عارفه اصلا اعمل ايه حضرتك. تروحي مباحث الانترنت وتعملي بلاغ على طول، والاكونت بتاع بنت حضرتك هيتحط تحت المراقبه من خلال مباحث الانترنت، وهم اللي هيجيبوا الشباب دول. فيعني هو شكراً الحل الامثل البلاغ. ست اللي هو فكره هو بيتحط تحت المراقبه باشراف قضاء. انا بقول تحت اشراف باشراف قضاء علشان تقدر يبقى قانوني، مش المباحث هي اللي بتراقب الانترنت تاخد اذن قضائي بالملاحقه او المتابعه، عشان مفيش حاجه اسمها السكرين شوت مثلا من معاكسه من حاجه زي كده بروح اقدمها بياخدوا بيها، لازم يبقى الحاجات استخدام صور البنات. هي كلها ما كلها حاجات جديد، ما كلها جرائم. ايوه طبعا. والتعديل التشريعي موجود، والسكه اتعرفت اللي ده اتكتبت قد كده في الجرايد، ان في مباحث انترنت، ان في دلوقتي جريمه سيبرانيه، ان في. انا عايز الناس تطمئن، وعايز الناس ايضا ما تبقاش شديده الرهبه من التعامل مع المستحدثات. البيانات دي ست لواء يعني هي بتقول ان دخلوا لبنتها عن طريق الفيسبوك، وبعدين رقم الموبايل، وبعدين على الواتساب. احنا المعلومات بتاعتنا في كتير بيعملوا المعلومات طبعا بتبقى مربوطه برقم التليفون الحساب بتاعي، فلو اتعمل هاكر للفيسبوك جابوا رقم الموبايل ومنه بقى باقي المعلومات. طب انا اعمل ايه عشان معلوماتي ما تبقاش متاحه؟ لا 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 مش هيجيب حاجه يعني. انت احنا هو تقصدي بقى ان يخش على الفيزا عند حضرتك؟ لا يعني هم لما بعتوا لها على الواتساب قالوا لها عنوانها ايه، بيانات عنها، هم عارفين تفاصيل زي الثانيه. انت ما تعرفيش ده مين. ده ممكن يكون شخص قريب جدا طبعا فعارف عنها كتير. وبعدين برضو بيبقى في وقت يعني الناس بتبقى اليومين دول في عمليه هتلاقي في زياده شويه، لان في عمليه الحركه محدوده شويه علشان الكورونا، فبتلاقي عالم قاعده بقى تمارس الشر من خلال هذه التكنولوجيا اللي موجوده. انا طبعا لا اؤيد هذا يعني، ولكن لازم هنعمل الحلين، حل في المعده اللي معانا والحل الثاني في الاتجاه الى. طب في ناس يا ست اللي هو بتاخد اللي هو الاتجاه الاكستريم اللي هو الزياده قوي، اللي هو فكره ايه، ما تحطش صورتك، ما تكتبش بياناتك، ما تتعاملش، ما تتكلمش. طب ما برضو يعني برضو حياه جافه قوي يعني. طب انت شخص عام، انت دلوقتي انت وهي، طب ما كل الناس عارفه صورتكم. ما انت لازم، والا هنقفل بقى. ما هو كل حاجه ليها جانب ايجابي وجانب سلبي. كل قرار حتى القرار السياسي بقى فيه ايجابيات وسلبيات في كل قرار بدائل، وانت لازم تنقي اللي تقدر تستخدمه وتكون العواقب بتاعته ما تبقاش اذيه او ما تبقاش حاجه حلوه، يعني بتبقى عمليه فيها توازن. لازم، والا مش هتمشي. يعني زي ما انا ممكن انزل على اجي لك هنا في المحطه، طيب انا هاجي عن طريق المحور. ايوه ممكن اقع من على الكوبري. ممكن اجي بالسلامه. فما فيش هي ليها. انا على فكره ما عارف ان الامهات اللي بتكلموا خايفين طبعا. مش خايفين، انا خايف عليهم. انا كان عندي بنت بس. وعارف يعني ايه ام بتخاف على بناتها، وعارف ايضا انه هي بتقول كمان في الثانوي يعني برضو فتره صعبه. فترة صعبة كده. يعني هي جسمها كبير وكل حاجه، انما عقلها لسه صغيره. فتره طبعا طفله لسه طبعا. بس اتمنى يكون عندنا الوعي والتوازن اللي حضرتك قلت عليه، لا الافراط في الاستخدام ولا التضييق لحد المنع، وبكده ممكن ان شاء الله نوصل لبر الامان. وهكرر برضو زي ما حضرتك قلت لكل الساده المشاهدين، اي مشكله نتعرض ليها شايفين انها خطره البلاغ، والاول بلاغ ويقفل او يروح يغير الحاجه اللي نورتنا واسعدتنا بوجود حضرتك معانا النهارده سياده اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخليه الاسبق. صباح الخير على حضرتك مره ثانيه. خيرك. صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. وبنشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله نشوفكم بكره 9 الصبح، وصباح النور. يومكم جميل.